ماذا تفعل يا علي؟ أعد حقيبة السفر. هل ستسافر؟ نعم، سوف أسافر بعد غد إلى مصر. هل استخرجت جواز السفر؟ نعم، استخرجت جواز السفر قبل أمس، وأخذت تأشيرة سياحية أمس. هل اشتريت تذكرة الطائرة؟ نعم، أسافر على الخطوط التركية متى السفر؟ في الساعة 7 صباحا بتوقيت كازاخستان. ما رقم الرحلة؟ رقم رحلة 245. هل السفر مباشر إلى مصر؟ توجد فترة انتظار في مطار إسطنبول لمدة 4 ساعات، ثم نكمل السفر إلى مصر. متى تصل الطائرة إلى مطار القاهرة؟ مساء في الساعة 5 بتوقيت القاهرة. ماذا تحمل معك في حقيبة؟ معي ملابس وكتب. كم الوزن المسموح به لكل راكب؟ 20 كيلو دراما. هذا جيد. نعم، هذا يكفي والحمد لله. رحلة سعيدة، وأدعو لك بسلامة الوصول. شكرا لك، أراك بخير إن شاء الله.